السلام عليكم اخوات، كنتمنى ان شاء الله يلقاكم لا فيديو ديالي ان شاء الله على خير وبخير. المهم رمضان مبارك سعيد وخا جات معطله. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم واحد الثلاثه ديال الوصفات اللي غادي تعجبكم ان شاء الله، وكنتمنى منكم تشجعوني بلي لايك وتشتركوا في القناة ديالي وتدعموني، لانني محتاجة بزاف الدعم ديالكم باش نبقى نحط لكم الوصفات. فاول حاجة غادي نديرها هي الشوربة الاسيوية او لا سوب شينواز اللي كتجي رائعة رائعة بزاف. المهم غادي تتبعوا معايا الطريقة ديالها والمقادير في نفس الوقت. هنا عندي الماء اللي غادي ندير ان شاء الله، الماء ديال هذا الشوربه ديال السمك اللي غادي نطيب فيها هادشي اللي غادي ندير ان شاء الله. المهم اول حاجه عندي هنايا البصله قطعتها هكا عشوائي، وعندي القشور ديال الكروفيت هنا، وغادي ندير ورقه ديال الأرانب او ورقة السيدنا موسى. انا هنا حيت عندي غير صغيورين فغندير هكا واحد الكمية صافي، غادي نخليها حتى غتغلى وندوز باش نحضر الشوربة ديالنا. فاول حاجة هنايا درت الزبدة اللي غادي ندوبها مزيان، نخليها حتى غدوب ليا. غادي نضيف ليها البصله مشلوطه، وغادي نضيف ليها القليل من سكينجبير طري. انا هنايا غادي نحكو اللي تيفطر النسمه ديالو، تقدروا تقطعوه، تقدروا كاع تستغناو عليه وديروا يعني اللي تيكون غبره. انا هنايا درت غير واحد شويه غادي نزيد عليها الفطر المعلب، وغادي نزيد عليها السيبيا ولا اللي بغيتو الكالامار بغيتو. المهم انا هنايا عندي متوفره السيبيا فدرتها. غادي نشحر هاد المكونات مزيان، تقدروا تضيفوا ليها حتى قطع ديال الدجاج هكا صغيوره، تقدروا حتى هي تضيفوها كتجي زوينه بزاف. وغادي نضيف ليها شويه ديال الكروفيت، ماشي كامل نشحرو مزيان. دابا غادي نضيف التوابل ديالي، شويه ديال البزار والملحه. بالنسبه للملحه ما نكثروهاش بزاف لان انا غنديرو صلصه الصوجا، وكتعرفوا على صلصه الصوجا ما غاديش ندير بزاف حتى الاخر، وغادي نذوق صلصة الصوجا كتعطي واحد هذا كتكون مالحة. وغادي ندير واحد العصرة ديال الحامض غير شوية، غندير صلصة الصوجا وغادي ندير قزبر ومعدنوس. هاكا مطحونين، انا كناخذ واحد الكميه
الصوص نطحنها. صافي غادي نشحر هاد المكونات ديالي مزيان مزيان. صافي دابا غادي نضيف الفطر الاسود. هنا عندي الفطر الاسود اولا الطحالب، فراح حرقتهم هكايا في المطيب ومن بعد قطعتهم وغسلتهم مزيان مزيان حتى هما غادي نضيفهم. وغادي نشحرهم مزيان مع هاد الصوص. واحد الرائحة طالعة، يا سلام. انا هنايا كنتسنى غير هاد الماء ديال القمرون وهذا يغلي ليا باش نضيف ليه، باش نضيفو على المكونات ديالي ونخليهم كيذوبوا على مهلهم. ومن بعد غادي نضيف مازال الشعريه الصينيه اللي غادي اللي رقدتها في المطيب وغادي نصفيها ونقطعها. وكذلك غادي ندير شويه ديال الدقيق مع مايزينا اللي غادي نخلطهم هكا مع شويه ديال الماء. وغادي ندور هاد لاصوص ديالي باش تجيني عقده كيف كندورو الحريره تماما. فاليوم ان شاء الله غادي تكون الطويله ديالي كامله بالسمك. كيف غادي نحضر دابا كيف قلت لكم الشوربه ديال السمك، وغادي ندير واحد الحوته هكا غادي نعمرها حتى هي بالشعريه الصينيه وبالقمرون في الفران. وغادي نديرها بواحد لاصوص اللي غتجي زوينه. وغادي ندير ان شاء الله طيبطات معمرين بالطول بواحد الحشوه ان شاء الله غتشوفوها معايا، ما نحرقش لكم المراحل. وغادي ندير واحد هذوك البطاطات غادي يجيو معمرين كيف قلت لكم، غادي تشوفوا الحشوات ديالهم ان شاء الله. في هنايا من بعد غادي ناخذ هذاك اللي صفيت وغادي نزيدو، غادي نصفيه. غادي نخلي الشوربه ديالي تغلى غير شويه. صافي دابا من بعد ما غلات ليا المهم ركنت نزيد عاوتاني الماء ما كفانيش هذاك. كيف شفتوا صافي ضفت هذاك الشعريه الصينيه. المهم انا خديت غير بكيه وحده وقسمتها، خديت منها على حساب الشوربه، وكذلك خليت منها باش نعمر بها الحوته ديالي. صافي دابا غادي نخلي هاد المكونات هاد الشوربه ديالي كتغلى، ومن بعد كيف قلت لكم غادي نضيف ليها معلقه ديال الدقيق مع معلقه ديال النشا اولا مايزينا. غادي نخلطهم هكا بواحد شي ديال الماء وغادي ندور بها الشوربه ديالي باش تجيني عاقده. دابا غادي ندوز باش نحضر الحشوه ديالي، غادي نعمر بها الحوته. هنا خديت البصله مع شويه ديال الزيت، المهم غادي نشحرها هكا. ومن بعد غادي نضيف ليها المكونات الاخرى. دابا غادي نضيف الشامبينيون نوار والمعلب، غادي نضيفهم وغادي من بعد ما كيف قلت لكم قطعتهم. المهم انا راه كناخذ الكميه كنقسمها على جوج بالنسبه للشربه والحشوه. فغادي نشحرها مع هذيك البصله مزيان. من بعد غادي نحك فيها واحد شويه ديال السكينجبير طري. كيف قلت لكم اللي ما عندكمش ماشي مشكل نستغناو عليه. غادي ندوز كذلك باش نضيف القمرون او الكروفيت. هنا درت غير واحد الكميه قليله لان عندي الحوته صغيره.
درت هنا القزبر ومعدنوس، وغادي ندوزو نديرو العطريه ديالنا صلصه الصوجا والعطريه ديالنا. شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، الخرقوم، تحميره، وغادي نضيف كذلك شويه ديال الكمون، وغادي نضيف شويه ديال البولوين، هذا اختياري، وسكينجبير. صافي، غادي نخلط هاد المكونات ديالي كامله كامله مزيان، ونخليها كتشحل هي مازال شويه، ومن بعد غادي نضيف ليها الشعريه الصينيه. ولكن قبل كل شيء غادي ندير ليها واحد العصره ديال الحامضه، صافي، وغادي نضيف الشعريه الصينيه من بعد ما طفيت على البوطه ديالي، وغادي نضيف الشعريه الصينيه ونخليها كتشرب ليا هذيك الحشوه بالماء شرملت الحوته. وهنا من بعد راه غادي نضيف واحد القطعات ديال الحامض المصير، غادي نقطعوها هكا مزيان، وغادي نضيفو، راني نسيت ما ضفتوش في الاول، ولكن دابا راني ضفتو. صافي، وندوزو باش نحضرو الشرموله ديال الحوت ديالنا. انا خديت شويه ديال القزبر ومعدنوس، غنضيف لهم شويه ديال الكمون، شويه ديال الخرقوم، ابزار، سكينجبير، والملحه، تحميره، وغادي نضيف واحد شويه ديال الهريسه. وهذا الشيء كامل غادي نخلطه بالماء ديال الحامض المصير. هذاك الماء اللي كيكون مرقد فيه الحامض. صافي، غادي نخلط هاد المكونات، وغادي نشرمل الحوته ديالي، وغادي نخليكم مع لقطات من هذا الفيديو، هذا كيفاش كنشرملها وكيفاش كنعمرها. أتمنى تعجبكم. الصغار اللي قلت لكم غادي ندير، غادي ندير الفينو على هذا الفورس تقريبا. هنايا درت وغادي ندير نصف الكميه ديالو فورس او اقل. صافي، وغادي ندير الملحه والخميره، هذه هي عجينه البطبوط اللي معتاده عندنا دائما، تنديروها حتى تجي زوينه.
ندير خميره. انا درت شويه بالزيت باش يخمر ليا دايا صافي. وغادي نعجنو وغادي نعجنو هكا بالمدافي ونطلقوا ان شاء الله. بالنسبه للحشوه ديال البطيطات ديالي غادي ندير فيهم هنايا خيزو محكوك ومع كاشر حتى هو محكوك، وغادي نزيد معاهم واحد العلبه ديال الطون. المهم اللي حيت منها ضروري تحيدوا منها الزيت. وغادي ندير واحد شويه ديال الزيتون خضر مقطع، وغادي نخلط هاد المكونات ديالي كامله. غادي نخلطها بشويه ديال المايونيز. تقدروا تستغناو على المايونيز وديروا دانون مسوس مع شويه ديال الملح والبزار فقط. فهاد الحشوه هادي كتجي بارده وكتجي لذيذه بزاف بزاف بزاف، نتمنى تجربوها وسهله ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. البطبوط ديالي راه تيخمر، غادي ندوز باش نطيبو، ومن بعد غادي نعمر به هذوك البطيطات هاد الحشوه هادي. وراني درت هذاك الصغير، وكيف شفتوا راني درت البطبوط حتى الكبير. غادي ندير نصو هكا بالزيت العود وبالعسل، وغادي ندير النصف الاخر غادي نخليه هكاك ناشف. وهاد الصغيورين درتهم معمرين. كيف كتشوفوا المائده ديالنا متنوعه تبارك الله، كيف بحاجه يعني بحاجه واحده تقدروا تنوعوا الطويبله ديالكم. فغادي نخليكم مع الطياب ديال الطيبطات ديالي، وضروري من التقلاب ديالهم باش يتنفخوا لكم ويجوكم خاويين من الوسط. كتجي لذيذه بزاف كيف كتشوفوا. هاد الشوربه هادي كنتمنى تجربوها، لان فريمون كتجي رائعه بزاف. وبالنسبه للبطبوط كيف قلت لكم راني درت نصف ديالو معسل ودرت نصف ديالو ناشف، وكيف كتشوفوا هذيك الحوته كيف خرجت كتشهي بعد ما دخلتها الفران وخليتها، يعني ما طابتش بزاف لان حوته صغيره وديجا الحوت ما كياخذش بزاف ديال الطياب. فكنتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي يكون اعجبكم وتجربوه، وما تنساوش لي كومونتير ولي لايك والاشتراك. بسلام عليكم.